نكملوا حكايتنا. قلنا سلموا عليه وفرحوا به، اما شنو مبهذلي حسوا مش بالقدا والطفله مش موجوده، غريبه معناها كيفاش بنته الصغيره المتعلقه بيه ما تعرضوش في الباب، تبهذل يسال فيهم اختكم فيني، ويقولوا له بابا ارتاح تو نحكي لك، يا بابا اشرب عرقك تو نحكي لك. الراجل خرج من عقله، حسنوا شد فيهم صحيح، قالوا له بصراحه وبكل صراحه انت قصدت ربي من هوني وهي تسيبت من هوني، في بالنا رقدين قمنا الصباح ضربنا عليها ما لقيناها، فركسنا 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 بحكم ما نجموش نخرجوا للشارع، الله غالب سلمنا امرنا لله، ما هيش من البارح ولا من ويت البارح، باللي خرجت انت هي جابت الجرة. الراجل دخل وخرج في حالته، عرف اللي في الحكايه فما حكايه، مستحيل بنته هذيك المتعلقه به تنجم تعمل عامله كما هذيا، شك في بناته، اما ما نجمش يحدد الشك شنو باش نجموا يعملوا في اختهم صغيره مثلا. حسلو دخل صار فيه صار فيه صار فيه، عمل هكا هز روحه وخرج يفركس يفركس، ما خليش حومه ما خليش زنقه ما خليش مدينه ما خليش باب ما دقش عليه، عيي اتعب اعطش سقيت نفخت بكي نوح، صار فيه ما صار في حتى حد، طاح الليل ولا مدينه خليت ولا سير دي سير ولا طير دي تير، هز روحه وروح ارتاح شويه. الفجر دوبش متهكا زويت هو عاود خرج، ما خليش بقعة ما فركسش فيها، الريق نتاعو صابون، ما فماش عبد ما سألوش، يرجع لهم هما يلحلح بهم، يا بنتي يهديكم يصلح رايكم وين أختكم شنو اللي صار، شدين الصحيح هو خرج وهي خرجت في جرتهم. نخليو البو هذيك في الحالة هذيك ونرجعوا للطفلة اللي شقت الخلاء. كما قلنا ماشية مسكينة، النهار يطلع وهي تمشي، الليل يتيح وهي تتشعبط في شجرة تجي تحت عجل في أي بقعة وتغم على روحها وترقد، تسخف الماكلة وفيه تزود وفيه الماء وفيه، سقيها تنفخت كرشها كبرت تعبت 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 تعب ما عندوش نهاية. نهار هي قاعدة هكاكا تحت شجرة تبكي على اللي صار فيها وعلى اللي صار فيها وما فهمتش شنو اللي صار ومش فاهم شنو عندها، ورجل كبير حطها بخرج من الغابة اخزر لها، قال بسم الله الرحمن الرحيم انت انس ولا جن؟ قالت له انا انس من خيار الجنس. قال لها شنو حكيتك يا بنيتي؟ قالت له حكايتي طويلة وعريضة. قال لها هيا معاي، اهزها معاه للدار، عنده مرت ومرا كبيرة عزوزة يسكنوا في دويرة صغيرة كما تقول انت كوخ في اخر الغابة، دخلوها دوبش ما دخلت للدار، الطفلة تحت ما في عينها بلا، متعب من العياء من الجوع من الخوف من الوجاية من قهرتها على ابوها من حمصتها على ابوها، بوش باش يصير فيك ما تلقاهاش، حسيلو في حالة ربي هو اللي يعرفها. دخلت هاك العزوزة فرحت بها، حط لها كتلات عبيت كرش، عطتها شريبة ماء، هبطت قدس رقدت لا تعرف على روحها، رقدت عشوية ولا نهار ولا ليلة ونهار ما تعرفش تقول ماتت مع الموتى، وتتوجع في النوم وبالوجاية ساحة فوق وساحة لوطة، كرشها غلبت عليهم ما عرفش نجمة تتعدي الشي اللي هي فيه. هاك العزوزة والشي بحاروا في أمرها، طفلة نظيفة وعلى وجهها نظافة وظهر بنت أصل مش متاع الحكاية هذيا، يا سبحان الله. قالوا توا نعرف ما عرفناهوش اليوم توا نعرفوه غدوة. المهم قامت من النوم عبت لها دذان النحاس حطتها في القصعة غسلت لها نشفت لها، قالت لها بنيتي احكي لي حكايتك شنو اللي صار عليك وعليك أمان الله عليك ستر الله أي مشكلة احنا رانا معاك. قامت تبكي كالطفلة وحكيت الحكاية من الأول للآخر حتى اللي وصلت العبود البسيسة. كي وصلت العبود البسيسة لمرة كبيرة وعزوزة وتعرف وتفهم، شكت اللي في الحكاية فما لعبة اللي العبود ذاك هو السبب في اللي صاير للطفلة. عيطت الرجل اللي هو الرجل الحطاب وحكيت له شحكت لها الطفلة كله، قالت له يلزمنا حل. قال لها تعرفش كيفاش؟ عطا نمشي نجيبو خالتك فلانة، ذي خالتك فلانة مرة كبيرة كبيرة كبيرة، هي الحاكمة متاع المدينة الكل، اللي حير في حاجة يمشي لها، كان على حبالة كان على ولادة كان مرة باش تولد كان عولة كان ماخذة كان خطبة، ديما يلتجو للمرة هذيا. مشي جابها للدار عيط لها، شافت الطفلة سألتها حكيت فهمت، عدت عليها ما نعرفوا احنا عزيز قبل قابل عاد، عدت عليها تلقاها البنية ستر الله عليها وكرشها قدامها فهمت الحكاية، غدوة نعرفوا شنو اللي صار.